ويلحق بهذا ما يتفوه به بعض الناس من باب الشكر لمحسن إليه على إحسانه، يقول خالص الشكر، الخالص لله، ما يقال خالص الشكر للمخلوق. وكونه يقول خالص الشكر لله تعالى ثم يقول الشكر موصول، يحتمل انه الخالص بعد، هذا خطأ، لسنا بحاجة لهذا. فينتبه الإنسان، يقول ثم أشكر فلان ثم كذا، أسأل الله تعالى أن يحسن إليه، يجزيه عن كذا كذا. نعم، أحسن الله إليكم.